اهلا بكم معانا في برنامج البرنامج. الحقيقه في الفصل كنت انا بتناقش مع جمهور الحبيب بخصوص نتائج الاستفتاء، واحب اقول ان المسرح هنا كله مؤيد للرئيس مرسي ودستوره. ومؤيد لاي حاجه تيجي منه، اي حاجه اي حاجه. بس الاستفتاء كان حاجه تفرح مش كده؟ وقالت الصناديق للدين تاني اجين. انتوا عارفين نتيجه الاستفتاء طلعت في 6 اكتوبر ازاي؟ نعم باكتساح. 6 اكتوبر عارفين ده معناه ايه؟ وقالت دريم لاند نعم، وقالت جاردينيا والكومباوندز اللي حواليها نعم. بمناسبه الاستفتاء في كالعاده موضوع خلط الدين بالسياسه. للاسف الاعلام الليبرالي طول عمره بيتهم الاخوان ان هم بيخلطوا الدين بالسياسه او بالزيت او بالسكر. كل ده كلام فارغ، دي حجه بيغطي بيها التيار المدني على عجزه الانتخابي. فاكرين لما اتهمنا الاخوان باستغلال الدين في الانتخابات وخلط السياسه بالدين؟ جه حزب الدستور في العيد وعمل نفس الموضوع، هو كمان خلط السياسه بالدين باللافتات. ومش كده بس، حزب الدستور عمل وقفات ضد التحرش، ده بقى اسمه خلط السياسه بالسكس. ومع ذلك فضل الاعلام الليبرالي المغرض يجيب الغلط كله على الاخوان والسلفيين. ابتدوا مثلا من فتره بعيده بالشيخ الجليل ابو اسماعيل، ومسكوا على انصاره حاجات تافهه وقت انتخابات الرئاسه. جاء اخ من العمره امس فاتصل بي هاتفيا، قال لقيت الاخ فلان في المسجد النبوي، راى رؤيا ان النبي دخل عليهم فسأل عن حازم ابو اسماعيل. ثانية واحدة ثانية واحدة، حتى الرؤية الشيخ ابو اسماعيل سابها ومشي؟ هو كان اعتصام؟ يلا ما علينا. وبعدين حصل ايه؟ اقسم لكم بالله هذا حدث، فسأل عن حازم ابو اسماعيل وقال ابلغوه ان الله راض عنه. اذا لم تنشر هذه الرؤية فاعلم ان لميس الحديد هي التي منعت. على فكرة أنا في واحد صاحبي نشر الكلام ده هوت، وبعد أسبوع كسب في مسابقة الجمعة الجاية فيه. وكمان ما هو عادي إن أبو إسماعيل يبقى على بالنا، لأن هو موجود في كل حتة، بوسترات، برامج، اعتصامات، إلا لو جاله كرامب أوضع منه الشاحن. على فكرة ثانية واحدة، على فكرة موضوع الشاحن ده كان إشاعة ونكتة سخيفة عشان الإنصاف بس. ما تفتكروش يعني انا بخاف من حازمون وابو اسماعيل والناس دي، انا ما بيهمنيش اي حاجه خالص. يعملوا يعملوا ابوس ايديكم ما تحرقوش المسرح. النبي. بس مواضيع الرؤية والاحلام دي كلها روحانيات، واحد زي ما يفهمهاش. عشان كده ما فهمتش قصد الشيخ ابو الاشبال لما كان بيأيد ابو اسماعيل. لعنة الله على من انصرف عن هذا العبد الذي يقول الدين ويقول الشريعة ويقول الإسلام. اللي أنا وصلت لكم؟ اللي أنا وصلت لك؟ لعنة يا بيه؟ لعنة هناك ورا؟ حضرتك عايز اللعنة هنا ولا نفها لك؟ الهنم الصغيرة؟ ملعونة أوريدي، أوكي. طبعا الشيخ ابو الاشبال تراجع عن كتير من الكلام ده، لكن في سؤال تقني لو سمحت. بالنسبه للي ما وقفش جنب الشيخ حازم فخد له اللعنه وبعدين قال نعم في الاستفتاء، ايه؟ بالمناسبه دي احب اقول لاتباع الشيخ حازم بصوت عالي وقوي وان انا ما بخافش، والنبي ما تحرقوش الناس. معلش اتباع الشيخ حازم متحمسين شويه، بس مع الرئيس مرسي الامر مختلف، الاخوان ناس عاقلين مش بيأفوروا كده. راضي عن اداء الرئيس رضاء كاملا، واعتقد ان هذا الرجل قدر اختاره ربنا. هو من ناحيه قدر؟ فهو قدر. ربنا اختاره
ربنا بيختبرنا بيه. يعني كل يجيبه ربنا كويس. معلش مبالغات مجاملات ما خسرش، هو ما كانش عايز وجه قدر، كلام عادي يعني، لكن صعب جدا تلاقي حد مثلا يقول ان هو مدعوم من الله، وخصوصا لو كان اسمك منال ابو الحسن ومن حزب الحريه والعداله. محمد مرسي الدكتور الاستاذ المهندس مدعوم من الله سبحانه وتعالى، لانه اختير وقدر الله سبحانه وتعالى ان يكون هو المرشح للاخوان المسلمين. وكان ايه لازمتها الفلوس اللي صرفها شافي؟ ده مدعوم من الله. وكان ايه لازمتها مشروع النهضه؟ ده مدعوم من الله. وسلاسل بشريه وناس نازله رايحه الميدان وناس تفض اعتصام في الاتحاديه وجبنا ناس معفنين على ايه ده كله؟ ده مدعوم من الله. الى جانب ان هو في ميزه قويه جدا. لا يستطيع احد في وسائل الاعلام او في السياسيين او في غير السياسيين ان يجد له نقطه سوداء في تاريخه الابيض، فهو رجل شفاف ابيض بمعنى الكلمه. انتي عارفه انك طلعت ايدي رئيس مش تعليني عن مسوق غسيل صح؟ نظافه غسيل يعني ابوس ايديك ابوس المسرح. يعني وكمان ايه شفاف دي؟ ايه الفضاح دي يا حاجه؟ ابيض وشفاف؟ هو انديل مش ده؟ ايوه ده. المشكلة إن الرئيس مرسي نفسه لما بيتكلم عن إنجازات، عن خطط، عن توافق وطني. صحيح مفيش حاجة منها بتحصل بس بيتكلم عنها. عنده رؤية. صحيح الإخوان هم بس اللي شايفينها. بس لو حاولت تبص وتدور على الرؤية دي، لو حاولت على قد ما تقدر تشوفها مش هتلاقيها برضه. بس مش هي دي المشكلة، المشكلة إن الناس التانية سوقت لمرسي مش عشان هو مهندس، مش عشان هو واحد عنده رؤية، لا. سوقت له علشان حاجة تانية خالص. رئيسكم ملتحي، رئيسكم يعتمر ويزور مسجد الرسول، رئيسكم يصلي إماما، رئيسكم يعطي دروسا، رئيسكم يتكلم بالكتاب والسنة، ألا تكبرون؟ ألا تكبرون؟ الأنبوبة معدية 80 جنيه لو لقيتوها، ألا تكبرون؟ الزبالة بدل ما تتشال بتزيد عشان طلع فيها البركة، ألا تكبرون؟ الدعم هيترفع واحنا هنترفع معاه، انا تكبرون. والناس تقول لك، والناس تقول لك، تفضل تقول لك وتنبر وتقول لك عمل ايه في ال 100 يوم؟ 100 يوم 100 يوم من يابا؟ عندنا رئيس كده هو بتاع ربنا بيصلي، عايز ايه اكتر من كده؟ لا 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 لا، موضوع ال 100 يوم ما يتهيأليش ان هم هيوصلوا لدرجه ان هم يستغلوا الدين في موضوع ال 100 يوم ده. ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكه الى المدينه بعد 100 يوم؟ لا انا معترض على ما نتفق، بس انا لسه افصل ايضا. ما حققه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وهو معصوم ومؤيد من قبل الله سبحانه وتعالى، هل حقق الحلم الذي كان يحلم به كل أتباع النبي عليه الصلاة والسلام في 100 يوم؟ سؤالك الآتي، ماذا حقق النبي صلى الله عليه وسلم في 100 يوم الأولى؟ هو الوحي نزل على مرسي ومحدش قال لنا؟ أنت بتهرج صح؟ أنت قد التشبيه ده؟ ده كان في ساعتها وحي ورسالة ودعوة برضه، ولا أنت مطنش كل ده؟ أنت حضرتك عايش معانا في الزمن ده؟ يقولون أن هناك دستورا جديدا يصوت عليه أتباعه بنعم، فماذا نحن بفعله؟ دي الطريقة اللي بيتكلموا بيها في جابة الإنقاذ. خلص التشبيهات خلاص؟ حد عايز يزود؟ دكتور محمد مرسي شابه نبي الله يوسف من وجه، أنا لا أحب الغلو في أحد خالص، ولا في غلو ولا مبالغة في التشبيه بالأنبياء خالص. أنت عداك العيب وأسح.
هو شبهه في ايه بقى؟ سيدنا يوسف طلع من السجن للعرش. دكتور محمد مرسي برضه خرج من السجن الى عرش مصر. عشان كده لما تحصل مجاعة في البلد ونعدي بالسبع سنين العجاف ما تقلقوش، دي من كرامات الرئيس مرسي. زي ما حصل بالظبط زمان. بس ممكن طلب زغنطة قد كده ممكن يشوف السبع سنين الحلوين الاول؟ على فكرة في اخر السبع سنين عجاف لازم تنتخبوا تاني عشان هتبقى سنة زي الفل. خلص تشبيهات الانبياء؟ ممكن نرجع تاني نتكلم على صلاة الرئيس والبركة اللي حلت علينا. متهيألي اخف شوية من موضوع التشبيهات دي. اكرمنا الله برئيس يصلي امام بمرؤوسيه في قصر الرئاسة، ويصلي الجماعة في المسجد، الله أكبر. صارت صلاة الجماعة تقام في قصر الرئاسة. ما شاء الله، أول مرة أعرف إن بقى في صلاة في القصر الرئاسي، دي حاجة حلوة خالص. يا ترى بعد ما خلص عمل إيه؟ حطم الأصنام اللي هناك؟ على كده بقى مبروك على مصر الجديدة دخول الإسلام. بعد أن دخل الإسلام الكربة ونواحي هليوبوليس، سوف تكون هذه آخر مرة يفوز بها حمزاوي بمقعد في البرلمان. الحقيقة الحمد لله، الحقيقة يعني الفتوحات كانت واقفة عند نفق العربة في صلاح السالم عشان الزحمة، لكن دلوقتي في أمل إن احنا نكمل الخطوة الجاية إن شاء الله، هتكون في الميريلاند ومدنتريون. الحمد لله يا جماعة، يعني ربنا رزقنا برئيس مؤمن بطريقة الحقيقة. الحقيقة يعني الرئيس مرسي كامل من مجاميعه. مرسي إسلامي ورئيس ملتحي، بيصلي في المسجد وبيحرص على صلاة الفجر. سبحان الملك، صار لنا رئيس بلحية، هي دقنه صغيرة شوية بس أحسن من المسيح. وكمان مش عاجب، معلش هنستحمله، يمكن بكرة تطول زيادة، مش على المستوى. هي دلوقتي هي صغيرة بس كرباك. معقول هو ده كل اللي يهم في الرئيس؟ ما دام ملتحي يبقى مفيش مشكلة في أي حاجة تانية، ما دام بيصلي يبقى المشاكل المزمنة بتاعت البلد هتتحل أوتوماتيك. يا جدعان يا جدعان، ده ناقص يجي لنا في المنام. معذرك ثانية واحدة، أنا شفت الرئيس مرسي في ست رؤيات. ست رؤيات؟ أنت عندك فراغ للدرجة دي عشان يجيلك في ست رؤيات؟ هو رئيس فضيلك عشان يجيلك ست رؤيات؟ وجاب معاه الحراسة وقفل الشارع ولا عدى عادي؟ أنا الرئيس على باب ما بيوصلي بيقفل حلمين في سكته. على العموم الرؤية خير، على الأقل ما قالتش إن هو مدعوم من الله، مقيد من الله، مدعوم من الله، ولا جالها لابس أبيض في أبيض. شفته في ست رؤيات، في كل رؤية أشوفه أبكي والرجل يبكي، وأشوفه في زي أبيض ناصع دليل على النسك والدين، أقول له أنت مقيد من قبل الله. والله يا أختي أنا كمان واحد جالي في المنام وخير، اللهم جعله خير، يعني كان ماسك في إيديه دستور. سألت بقى عمنا الشيخ قال لي دي بشرة خير، قلت له يعني هتكسي؟ قال لي لا هتكسي مين، ده احنا هنلبس كلنا. على فكرة بس ملحوظة صغيرة، معلومة لكل اللي بيقول ان انا عمال اصطاد من قنوات ما حدش بيتفرج عليها ومش مهمة والناس اللي فيها مش مهمين، احب اقول له ان اللي قاعدين وقت المكالمة دول كانوا مصطفى شلبي عضو لجنة نشر الدعوة بجماعة الاخوان، مسعد الزيني عضو مجلس شورى عام جامعة الإخوان، وأخيراً أسامة سليمان عضو مجلس علماء أنصار السنة، وده اللي عارف أنا بعمل إيه في دورة المية وبالأدلة. يبقى الرئيس تم تشبيهه بالأنبياء بالصحابة وبيجي الحلم. فاضل تشبيهات تانية ما قلناهاش على الرئيس. طب ما تيجي نسمع الناحية التانية، التيار الليبرالي
هو بيقول ايه على الرئيس؟ يبدو الرئيس مرسي في صفات من صفات الجمل. ايوه هو بيضرب في الوقت المناسب. احنا وقفنا قدام الفيديو ده كتير قوي حقيقة، يعني كتير قوي فعلا، يعني عشان نحاول نلاقي تعليق مناسب افيه. ولما لقينا الرد محامي البرنامج نصحنا اننا ما نعلقش عشان مش ناقصة، بس احنا بقى ما بنخافش وحنعلق. انا قلت اللي عندي خلاص. بس اكيد في وسط كل ده كان في كلام عقلاني، ليه احنا المفروض نأيد الرئيس مرسي؟ انا حزمت امري من اول يوم، من اول يوم، مش من قبل المرحله الاولى، لا كل المراحل انا حازم امري ومن يسير ورائي الدكتور مرسي هو رجل هذه المرحله ورجل هذا الزمان. تمام، كلام موزون، في ثقه في الرئيس، في ثقه في قدراته، في اصرار على تأييده زيه زي اي حد مؤيد لأي مرشح تاني، عادي يعني. أحمد الله سبحانه وتعالى، مش لأني رجل دين محترف دي شغلتي. أنا بعد ما عقدي خلص في إنبي كان صعب أخلص مشوار احترافي، وخصوصا بعد إصابة الرباط الصليبي. استغفر العظيم، صليبي إيه؟ استغفر العظيم. المهم ان انا يعني انا كنت عايز اقول، يعني عايز اسمعه ليه فعلا هو بيأيد الرئيس مرسي. احمد الله سبحانه وتعالى، مش لاني رجل دين محترف دي شغلتي، ولكن لاني مصري مسلم عربي، وده على راي الستات لما يقولوا ده فارس احلام. انصحك انك توصل اللي عايز تقوله بسرعة. هذا الرجل من اغرب الحاجات يا دكتور، المسيحيون بالامس عندهم مشكلة فارادوا ان يقابلوا الدكتور مرسي، فتصحروا قدام البيت لانه عارفين ان حد يصلي فيه. لا اله الا الله، سبحان الله. فتصحروا قدام البيت، سبحان الله، ودخلوا معه المسجد. أقسم لك يا شيخ محمد، فضل، أن نصارى مصر سيدخلون في دين الله أفواج. عندما تزال قبضة الكنيسة الحديدية. قبضة الكنيسة الحديدية؟ ثانية واحدة، قبضة الكنيسة الحديدية؟ أنا الكلام ده بيفكرني بإيه؟ اللي ما يعرفش الفنان يوسف منصور ده كان بيصوت في كل افلامه قبل ما يكون في استفتاء ودستور والكلام ده. وعلى فكره ما تستغربوش من استخدام عبارات زي قبضه الكنيسه الحديديه، افلام يوسف منصور ضيعت اجيال بالكامل، مسلمين ومسيحيين. وبعد ما النصارى كلهم يخشوا الاسلام مش هيبقى فيه اي لازمه للكنائس، ممكن نستفيد منها اقتصاديا، احنا مش محتاجين للكنائس بعد كده، بدلها هيكون في بيشوي مول، كوفي شوب المقدس، وسانت فاطمة موتوس. تخيلوا كمية الفلوس اللي هتيجي من ورا الكلام ده. فاكرين ال 200 مليار اللي الإخوان وعدونا بيهم؟ هيجوا كده. وأخيرا مش هيكون في مسيحيين. إيه؟ ما بقاش كمان المسيحيين كمان نخاف منهم؟ في إيه؟ كل واحد شويه يخاف عشان خاطري ما تحرقش. عشان كده لازم كلنا في النهايه نأيد الرئيس مرسي وننتخبه، مش بس اول مره، لا، اول وتاني وتالت ورابع. ما حدش بقى يقول لي حوار الدستور تداول السلطه وفترتين بس وبتاع الكلام، هتلاقي فين تاني واحد ملتحي متدين شبه سيدنا يوسف مدعو من الله بيتشاف في الحلم ابيض شفاف هيدخل النصارى الاسلام؟ هتلاقي فين تاني رئيس بالمواصفات ديت؟ لان بعد الرئيس مرسي ما يخلص فترته
هيلاقوا فيه مواصفات مقدسة مش موجودة في أي رئيس تاني. سؤال بقى، لما حد تاني يترشح حتى من نفس الطيار هيعلوا ازاي على الكلام ده؟ ازاي؟ قبل ما نختم الفقرة دي أحب أقول لأي حد بيفكر إنه يرفع علينا قضية ازدراء أديان أو إهانة رئيس، بص تاني على الفيديوهات وشوف مين بيزدري الأديان ويهين الدين ومع الرئيس. كان زمان الشعب المصري معروف إنه هو بيصنع فرعون، لكن إحنا دلوقتي بقينا بنصنع النبي، ودي الحاجة الوحيدة في مصر اللي مش ممكن تتصنع في الصين. عشان كده بالرغم ان الرئيس مرسي ما طلبش من الناس انها تقول عنه كده، اسمعوا كلامهم برضو وانتخبوه مدى الحياة. حسك عينك ما تنتخبش اللي يقول انا بتاع ربنا، عشان لو ما انتخبتوش، لو فكرت يوم ان انت تعارضه تقف ضده، هو ده اللي هيتقال عليك. مش بيكره الدكتور مرسي او بيكره الاخوان او بيكره التهرب، ده هم بيكرهوا الاسلام ويقولون نحن ضد الاخوان، لا هم في الحقيقة يحاربون الاسلام. الحرب مش على الاخوان، الحرب على الإسلام. مبروك علينا جهنم يا رجالة. أنا أنتوا كابتنون، نراكم على الفاصل.